السلام عليكم أخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وفي أحوال جيدة. اليوم إن شاء الله كما كتشاهدوا غدا نحضر عصير ديال الفراولة بالحامض اللي كيجي زوين ومنعش، وخاصة هكا في شهر رمضان إن شاء الله على الأبواب، وكنحتاجوا بحال هاد العصائر هادو اللي صراحة كيكونوا ضروري ولا بد يكونوا في الطاولة ديال الأكل. العصير ما كيخطاش تقريبا كل طاولة في كل بيت، وغير مكلف، يعني كتعرفوا بالفريز هذا الوقت ديالو، وكاين بزاف ديال السيدات اللي كيجمدوه. والحامض راه عنده منافع كتيرة، وغادي دابا ندوزو باش نشوفوا الطريقة ديال التحضير. عندي 500 غرام ديال الفريز، وعندي جوج ديال الحامضات كبار، وعندي تقريبا إيطرو ديال الماء، ويمكن لكم تزيدوا اكثر الا بغيتوا، لكم الاختيار. والسكر كما كتلاحظوا ما درتش بزاف، تقريبا واحد 3 ديال المعالق كافيين، يعني الا كثرت السكر هكا غادي يولي ما غاديش تبقى الفائدة ديالو، كلشي غادي يضيع يعني يتبخر. تحاولوا ما امكن انكم تقللوا من السكر، وكنشوف بزاف ديال العصائر كيديروا فيهم كمية كبيرة ديال السكر، وراه هكا هذاك السكر كينهك الجسم يعني بزاف، ماشي مزيان. تحاولوا تقلوا ولكم الاختيار، يعني كاين اللي كيبغي الحلاوة بزاف، كاين اللي بغيه يكون ناقص. مهم الانسان خاص دائما ينصح بالحاجة اللي تكون غير مضرة للصحة، وحنا في هذا الوقت هذا الانسان ولا كيعاني من بزاف ديال الامراض، وخاص دائما نقلوا من السكر ما امكن، ماشي من يعني ما نحرموش راسنا، وفي نفس الوقت ما نكتروش منه، يعني ما نديروش فوق القياس، غير النكهة وصافي، غير المذاق، وما نزيدوش عليه كتر. يعني كيبان لي انا كاين شي عصائر اللي كدير لك نص كيلو د السكر، انا كيجيني بزاف، يعني هذا الانسان كيقتل في راسه ببطء. وغدا نستمر هكا في التقطيع ديال الفريز حتى نسالي. ومن بعد غدا نطحنو هكا بالميكسر، غدا نحطو جانبا، وغدا ناخد جوج ديال الحامضات، يمكن لكم تستعملوا ثلاثة او الكمية اللي كتبغيو، انا استعملت غير جوج ديال الحبات. وغدا نبقى نحك فيهم هكا، ما نقيش القشرة البيضاء باش ما يجينيش المذاق ديالو مر، وكيجي حتى الحامض والليمون كيجي زوين بنفس الطريقة. كنحك الحامض وكنحك الليمون وكنخليهم هكاك بهداك القشور ديالهم، وكنعصرهم العصير ديال هذوك الحامضات والليمونات، وكنخويه في الإناء بنفس الطريقة هذه. ومن بعد كنصفيه، كيكون غزال ويجي المذاق ديالو رائع. ودابا غادي نبقاو في الطريقة ديالنا. غدا نستمر هكا نحك الحامض، وما نقيش دائما ما نقيش القشرة البيضاء. وهنا انتهيت من الحكان ديال هاد الحامضات هادو. غدا نضيف عليهم السكر الخشن او حبيبات، كما لاحظتوا ما كترش السكر. وخديت الفراوله وطحنتها هكا بالميكسور، ويمكن لكم ديروا بهالطريقه اللي ما توفرش عندكم الفريز، ديروا الفرامبواز المجمد او لي ميغتي حتى هما كيجيو زوينين. واستمريت هكا في الطحن ديالو حتى ولا عندي خليط او بحال صوص ديال الفريز. وان شاء الله غدا ندير لكم المربى ديال الفريز، وغدا نطحن فيه الفراوله بهذا الشكل. يعني ما غاداش ندير الفراوله، ما غاداش تبقى صحيحه يعني كما هي، غالبا غير كيقطعوها ويصيبوها. مي مني كتجي مطحونه كيجي واحد الكونفيتير اللي زوين وغزال، وغادي ما يبقاش يخطاكم في الدار. ان شاء الله غادي نوجدو لكم المره الجايه،
وضعت الخليط ديال الفراولة في الإناء الزجاجي اللي درت فيه العصير ديال الحامض و قشور ديال الحامض محكوكين والسكر الخشن وزيت الفراولة. يمكن لكم تخليه تقريبا شي ساعة في الثلاجة وتزيدوا عليه هكا إلى عندكم مريقة ديال النعناع حتى ياخد المذاق ديالو، وعادة تصفيه. أنا هنا ما تسنيتش عليه، مازال غير ديك الساعات تقريبا واحد 10 دقائق خليته صافي وصفيته. خديت الصفايه كما كتشاهدوا وكبيت فيها هذاك الخليط ديال الفراوله والحامض، وما كترش الماء بزاف. يمكن لكم تضيفوا الماء الا بغيتوا تزيدوا، الا كان عندكم عدد ديال الاشخاص هكا كتير. وغادي نبقى هكا نحرك فيه حتى يدوب ليا هاد الخليط كامل وما يبقاش عندي هذاك الصوص، يعني يبقى غير ديك التخت اللي كيبقى ديال الحامض وديال الفراولة، ويجي عصير اللي هو منعش، كيجي الشكل ديالو بحال شي بحال العصير اللي كيتباع هكا في المحلات التجارية، ومزيان لأن ما فيش المنكهات أو مواد حافظة، يعني طبيعي. ودائما ما نحاول ما أمكن أننا نستعمل العصائر اللي ما يكونوش فيها الإضافات، نتفادوهم. وكنأكد عليكم أنكم تنقصوا من السكر بزاف، وخيبا لكم يعني كيقول لك عصير كتير بكمية غير حامضة، ولكن لحت لك كمية كتيرة، يعني هذاك راه غير إشهار، والنص ديالو كتلقيه نص كيلو ديال السكر فيه، أنا كيجيني بزاف. وهذا هو العصير ديالي كما كتلاحظوا، كيجي زوين الشكل ديالو. وهنا كبيتو في هاد الكاس هذا، كلكم تقدموه كما انتم كتحبوا، كيجي غزال والمذاق ديالو رائع. نتمنى انكم تجربوه وما تبخلوش عليا البنات باللايكات ديالكم، وتزيدوا تدعموني في القناة والبنات اللي مازال ما اشتركوش عندي في القناة، كنتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش هكا توصلوا بكل جديد. وكنبغي نشكر كاع البنات اللي معايا في القناة وكيتواصلوا معايا دائما، كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم. كنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم يا ربي. وانا البنات ما كنديرش اللايفات بزاف، تقريبا دابا درت 2 ديال اللايفات او لا 3 ما نعرفش، يعني من المدة اللي يعني اللي بديت بها لهنا. نقدر اليوم ان شاء الله مع سعود ندير لايف، وإلا كنتم ساليين انتظروني ان شاء الله.